أخ بيقول إن هو عنده جيوب أنفية في مرحلة متقدمة جدا لدرجة إن هو لا يستطيع التنفس على الإطلاق إلا بعد وضع قطرة أنف كل ساعتين تقريبا أو أقل يعني. وبيقول إن أحيانا بتدخل ماشي ده. يعني في بعض النقاط اللي هو بيحطها من القطرة دي أحيانا بتصل للحلق. فبيسأل على حكم الصيام في هذه الحالة. إذا كان هذا للعلاج وعلى فترات متباعدة ولا يمكن الصوم إلا بذلك ولا التنفس إلا بذلك، فقطرة الأنف لا تدخل في باب الإفطار في هذا الأمر حتى لو وصلت للحلق، لأن لم تصل إلى من المنفذ المعتاد وليس بنية الشرب ولا الأكل ولا التغذي ولا شيء، وغالبا تبقى أشياء فيها مواد كيميائية بيبقى طعمها صعب جدا، فبتزيد العطش ما بتقللوش أبدا، يعني ما هياش مغذية ولا مشبعة ولا تروي ومن غير المنفذ المعتاد. أين